أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم وسار على دربه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا أهلنا أيها المؤمنون أيها المصلون أيها المسلمون أيها الموحدون، عزم القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عنوان الخطبة الإلحاح للفتاة. هم أسارى فلسطين، هم أسرى فلسطين، قلبا عنيدا في الحق هو هشام أبو هواش، مجاهدا صلبا هو عياد الهريمي وشادي أبو أكر ولؤي الأشقر والمهندس علاء الآرج. إنهم سبعة أقمار، إنهم سبعة فتية آمنوا بربهم فزادهم تقى إيمانا بوعد الله، فزادهم إيمانا بوعده لعباده المؤمنين بالنصر والتمكين. سلام عليكم أيها الصحب الصحب الجهاد والمقاومة في القرن الواحد والعشرين. سلام عليكم يا أبطال القدس والأقصى في فلسطين. سلام على الأسرى كل الأسرى، سلام على الأسيرات كل
لمقداد القواسم. سلام تلو السلام لهذا البطل الفلسطيني من الطراز الرفيع. سلام سلام لكل الناس من نرفع الرأس بك عاليا. سلام لكائد الفسفوس على سرير المرض والعلاج هناك في مشافي الاحتلال التي تحولت إلى سجون. سلام 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 من البيوتات الطاهرة لأجله الشبل عز الدين أبو هواش الذي أصيب بالفشل الكلوي وهو ابن الستة أقمار وستة أعمار. سلام سلام لعياد الهريمي الإضرابة والإضراب. الإنسان ابن علبت البطلة الذي نرفع رسمه واسمه في خليل الرحمن التي تحب الضفة كل الضفة. هناك المهندس علاء الأراج وللمجاهد القائد لؤي الأشتر. واجه هذا الاحتلال سلام عليك يا مقداد وأنت تحرضنا أكثر على هذا الاحتلال. سلام سلام عليكم أيها المصلون وأنتم تسمعون وصية الحبيب المصطفى. من نصر أخاه بالغيب وهو يستطيع نصره الله في الدنيا والآخرة. سلام عليكم يا آل القواسم بما قدمتم في الصالحين. سلام عليكم في الخالدين. سلام عليكم في الشهداء والاستشهاديين والجرحى والأسرى. سلام عليكم بما فعلتم وبذلتم. هي رسالة لهذا الاحتلال. جربتنا وجربت خليل الرحمن وجربت خليل الرحمن في عام 2014 عام 2014 يوم أضرب المعتقلون الإداريون يوم أضربوا للحرية والعزة والكرامة. فكان رد خليل الرحمن ليس بالتظاهرات والكلمة للاحتلال. كان ردهم خطفا لجنودك. وكان مروان القواسم مشهرا لسيف الحق في وجه باطل هذا الاحتلال. وكان عامر أبو عيشي الشهيد الآخر الشهيد القائد مشهرا لسيف الحرية والعزة والكرامة. سلام عليكم سيدي مروان وعامر. سلام عليكم في حريتكم وأسركم وجهادكم وخطفكم. سلام عسام علي القواسم أسيرا قائدا للتحرير. سلام سلام لحجاز القواسم. سلام والقبلات لك ولابنك يا حجازي وأنت تقبله قبلة الوداع في مرضه في السرطان. يا أهلنا في خليل الرحمن يا من تحتشدون الآن لحرية مقداد والصحب الكرام. وعد الله قادم وأن الله لا يخلف وعده وأن النصر قد اقترب وأن النصر مع الصبر وما صبر أحد كمقداد وكائش وهشام وكل الأسرى. جئناكم من خليل الرحمن من جنين لخليل الرحمن من جنين التي تبذر معكم الدم هناك في برقين وهناك في مخيم جنين نصرة للقدس والأقصى والأسرى في سبيله تعالى. لنقول لكم أننا دم واحد وشعب واحد ومقاومة واحدة. جئنا ونرفع رايات الانتصار بانتصار المجاهدين هناك في سجون الاحتلال. جئناكم بانتصار أبطالنا في الطريق إلى القدس. هؤلاء القامات محمود العارضة ويعقوب الغوادري وأيهم الكممجي ومناضل فعاد
جئناكم بالدم والوردة، جئناكم بدم أراقه مجاهدون وبوردة لكم من مجاهدينا. أيها الأطهار الأطهار، تيقنوا أن النصر اقترب وأن معية الله حاضرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسار على دربه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي نهانا عن الطعام. السلام على مقاومة عرفت كيف تحصل الحرية. السلام على كتائب القسام وهي تأسر الجنود هناك في غزة وتعد الشعب كل الشعب بالتحرير وبوفاء أحرار جديدة. السلام على قائد المجاهدين زياد النخالة وهو يقول لهذا الاحتلال مستعدون أن نفتح حرب من أجل مجاهد من أجل الأسرى، وهذا ما نريد، أن نملك الموقف، أن نملك الموقف وأن نطلق كل موقف نصرة للأسرى. نريد موقفا متقدما جدا من الكل الفلسطيني في الرئاسة، في الحكومة، في المقاومة، في الألوية، في الكتائب، في السرايا، في شهداء الأقصى، أن دم كايد الفسفوس ومقداد القواسمي وهشام أبو هواش وكل الأسرى وعياد الهريمي ولؤي وهؤلاء وشادي أبو أكر وعلاء الأعرج تساوي عندنا الكثير الكثير كفلسطينيين. لربما يقول أحدنا ما الذي يختلف بين استشهاد أي منا على يد هذا الاحتلال المجرم قتلا وارتقاء شهيد من الحركة الأسيرة الفلسطينية. أقول لكم عندما نستشهد على يد هذا الاحتلال اغتيالا بالصاروخ أو بالرصاصة فهي بأجزاء من الثانية، أما عندما لا قدر الله يحصل مكروه لمقداد القواسمي فهو عدد الشهداء سيكون بعدد أيام مقداد، بعدد ساعات هذه الأيام، بعدد الدقائق والثواني، فهذا عدد كبير جدا بمئات والملايين، لأنه استشهد عندها لا قدر الله نفسا نفسا وروحا روحا. سلام عليك سيدي مقداد، سلام عليك سيدي كايد، وسأكرر الأسماء مرة تلو المرة، لأنني أعرف أن الاحتلال وعملاء الاحتلال سينكمشون ويتراجعون ويهربون أمامكم، أمام تضحياتكم، أمام بذلكم، أمام عطائكم. فماذا يملك هذا الاحتلال؟ ماذا تملك عدسيون؟ ماذا يملك الاحتلال ومخابرات الاحتلال وجيش الاحتلال أمام أسير يذهب بقدميه للحرية ويقول إن قضيت شهيدا فستكون خطواتي الأخيرة للحرية. سلام على كل ذوي الأسرى، سلام على كل ذوي الشهداء، سلام على خير بيوتات فلسطين، بيوتات الشهداء والأسرى، قبلة المجاهدين والأحرار، ونحن على ثقة بوعد الله بوعد الآخرة. اللهم إني داعم السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. الحمد لله في السراء وفي الضراء وفي كل حين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم، حسبنا الله ونعم الوكيل. أنه الغافلون، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى يوم الدين. اللهم شهداءنا وشافي جرحانا، اللهم انصر مقداد من عندك نصرا مؤزرا، اللهم انصر أخانا الحبيب كايد الفسفوس نصرا مؤزرا، نصرا مؤزرا، اللهم انصر شادي أبو بكر أبو أكر
نصرا مؤزرا. اللهم انصر المهندس علاء الأرج نصرا مؤزرا. اللهم انصر لؤي الأشقر نصرا مؤزرا. اللهم انصر عياد الهريمي نصرا مؤزرا. اللهم احفظ إخوتنا في سجون الاحتلال، اللهم اخرجهم من عزلهم. اللهم اخرج عبد الله عرضه ومحمود عرضه ومحمد عرضه وزكريا الزبيدي وأيهم ومناضل ويعقوب وزيد بسيسي من العزل. يا حنان يا منان، ألجأنا ظهورنا إليك، تقطعنا من كل أسباب الدنيا وتمسكنا بسبب السماء. اللهم لا تقطعنا، اللهم لا تقطعنا. اللهم إنا ألجأنا أمورنا إليك، نقف ببابك يا الله، فلا تردنا خائبين خاسرين. يا حنان يا منان، برحمة من رحماتك اغننا برضاك عمن سواك، اغننا برضاك عمن سواك. سبحان ربي، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر، الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى على كل حضور إن شاء الله نخرج في مسيرة سوية إن شاء الله، وأن لا يتخلف منا أحد، وهذا أقل الواجب مع مقداد وصحبه الأسرى مضربين عن الطعام تكرما، وأنتم أهل الفضل والسبق بإذن الله تعالى. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد.